السلام عليكم ومرحبا بكم في ملخص جديد، ملخص انمي 365 days to the wedding. واذا كنت لم تشاهد الاجزاء السابقة فقد فاتك الكثير، عليك مشاهدة تلك الاجزاء. لهذا وبدون اطالة عليكم، فزروا اللايك للمقطع والاشتراك في القناة لتتوصلوا باحدث الملخصات، واهم شيء صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلوات والسلام. ويا ربينا تاكويا عندما وجد تلك الرسالة بأن والده جاء وهو الآن مع ريكا في المقهى، ذهب بسرعة لديهم. والده كان يقول أن الزفاف يجب أن يكون حسب التقاليد أو سوف يفقدون ماء وجههم. لكن قبل أن يجلس تاكويا، ريكا قالت له أنها تريد أن تتحدث معه بخصوص العمل، وخرجوا ليتحدثوا على انفراد، وهو اعتذر منها لأنه تأخر. لكن هي قالت له أنها سوف تبلغه بالمستجدات، وقالت له أن والده قد سمع بأمر الزواج بطريقة ما وأتى إلى الوكالة مباشرة، لكن هو لم يعرف من أين سمع والده بأمر الزواج، لكن حتى هي لا تعلم ذلك فهو لم يخبرها. لكن الأهم أنه لا يعلم بأن ريكا جزء من الأمر. ليقول لها هو أنه في هذه الحالة هو سوف يخبر والده أن ما سمعه مجرد إساءة لا أساس لها، وسوف يطلب منها العودة ويعتذر منه. وكذلك اعتذر منها لأنه أزعجها. بعدها عاد عند والده وجلس ليتحدث معه، لكن قبل أن يتكلم والده قال لريكا أنه يمكنها العودة لعملها، لكن هي كانت تقول مع نفسها أنها لا تستطيع تركه لوحده، عليها أن تخبره بأن هذه مجرد كذبة بدل تاكويا لأنه هي التي كذبت. لكن والده اعتذر منها لأنه جعلها تستمع لكل تلك الحماقات، لكن تاكويا لم يفهم الأمر لتقول له أن والده أخبرها عن مراسم الزفاف في كوماموتو، ويبدو أن ذلك حدث كبير بالفعل، وكيف لو هو يتضمن حضور أكثر من 200 شخص. ليعتذر والد تاكويا مرة أخرى لأن ما قاله لم يكن صحيح، هي تفاجأت في تلك اللحظة لم تفهم الأمر. ليقولها هو أن هذه الأمور كانت في الماضي لكنها صارت أكثر بساطة الآن، لأنه لن يتزوج الكثير من الأشخاص أساسا، وتعداد سكان المنطقة في تناقص مستمر لأن الأمور غير مريحة وعادية في الأرياف، لهذا يهاجر الشباب نحو المدن باستمرار. وتاكويا كان معتاد على سماع هذا الكلام كثيرا، لكن ريكا قالت له أن أسو ليست عادية على الإطلاق، وهي تعتقد أنها مكان مميز لأنه يعيش العديد من الناس قرب البحيرات البركانية، وحتى أن هناك قطارات تمر عليها. هو تفاجأ من أن البنت تعرف الكثير على المنطقة، لتقول له هي أنها كانت تتساءل كيف تبدو تلك المنطقة منذ أن رأتها في موسوعة الخرائط، وهي دائما تحمل معها كتاب في خرائط عالية الجودة، وأرادت قرية أوسو في الخريطة. ليقولها هو أن هذه المنطقة تكون جميلة في هذا الوقت بالضبط، وهو اعتاد أن يأخذ أطفاله إلى مشاهدة القطارات التي تمر وسط الحقول الأرز، وكانوا يشاهدونها طول اليوم بلا أي ملل. بينما كانوا ينتظرون القطارات كانوا يمسكون الضفادع في حقول الأرز. تاكويا كان خبير في ذلك لأنه كان يمسك الكثير من الضفادع. هي كانت تقول أنها اكتشفت جانب مشاكس من تاكويا، وهو يتذكر جيدا تلك الأيام عندما كانوا يعودون وكان نسيم الهواء جميل وكانت لحظات جميلة، لكن مع قلة الناس فيها ابتلعت البرية الجبال والحقول بسرعة. لكن هذا هو حال الأرياف، وهو ولد في أوسو لهذا عليه حمايتها، لتقول هي مع نفسها أنها تفهم ما يحاول قوله، بالإضافة إلى أن أي مكان يصبح مثل المنزل عندما تقضي فيه ما يكفي من الوقت. وتاكويا كان يقول مع نفسه أنه يعرف منذ مدة طويلة ما يحاول أبوه قوله، لكن ليس هناك شيء يمكنه أن يفعله. لا يمكن لوالده أن يفرض عليها العيش في الأرياف واحتفالات الزفاف التقليدية. لكن المفاجأة كانت عندما قال والده أنه قبل مجيئه لطوكيو سمع من فرع كوماموتو لشركتهم أنه سوف يتزوج، وهم صعقوا في تلك اللحظة لأن الخبر انتشر لكل هذه المسافة، وانتشر بسرعة مخيفة جدا. وليس ذلك فقط، بل هو سمع اسم خطيبته أيضا وحاول أن يتذكرها، لكن هم فزعوا في تلك اللحظة. تاكويا أنقذ الموقف في آخر لحظة وقال لوالده أنه سوف يعود إلى أوسو في نهاية الأسبوع، وهناك سوف يتناقشون ويتحدثون مطولا عن زواجه، وهما اتفقا على ذلك. لهذا والده غادر، وريكا تألت هل سوف يعود حقا إلى كوماموتو ليقول لهم كل شيء بخصوص الزواج. ليقولها هو نعم، وعندما سوف يكون هناك سوف يخبرهم بأن كل هذا مجرد كذبة. لتقول هي هل سوف تذهب كل هذه المسافة من أجل هذا فقط. ليقول لها نعم، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من الأشياء التي يجب مناقشتها. لتقول هي مع نفسها أنها ترى أن المشكلة أصبحت أكبر مرة أخرى، وهي لا يجب عليها أن تتطفل عندما يتعلق الأمر ببلدته أو عائلته. بعدها عادوا للعمل وكانوا متأخرين بالفعل، والمديرة طلبت منه طلب كبير لأنها هي تريد منه أن يقوم بدور مرافق شخصي لشخصية مهمة جدا. المشكلة هو أنه غير اجتماعي، لكن هو وافق على ذلك، وعليه أن يكون مرافق للأميرة، وهي أميرة إختبروغ التي سوف تزور اليابان في الوقت الحالي، وهي تريد أن تتزوج في طوكيو سر في آخر يوم لها في اليابان. وطلبوا منهم
أن يشرفوا على ذلك، لكن هو لم يعرف لماذا هي اختارت لهذه المهمة. لتقول له أن هذه الأميرة ويبدو أنها تتودد لكل الرجال الذي تراهم، وهي تأخذ معها مرافق الرجال دائما، وطلبت واحد هذه المرة أيضا، وهو كان متفاجئ جدا وقال أن الأميرة متزوجة. لتجيبها المديرة أن كلامك صحيح، لكن يبدو أن لديها أسبابها الخاصة. لكن المهم الآن أن المديرة تريد منه أن يكون مرشدا جيدا، لأن أغلب الرجال في الشركة سوف يقضون وقت ممتع معها فحسب، لذلك لا يوجد ما تخشى عندما يكون تاكويا معها لأنه قريب من الزواج، ولن يكون لديه أي وقت ليلهو أو يمرح مع الأميرة. بالإضافة إلى أن الليخت بروغ لها شعبية كبيرة وتريد كل الوكالات الأصفر العمل فيها، لهذا مستقبل شريحة السياح اليابانية يعتمد على عمله. هو في تلك اللحظة سحر بضغط كبير، والمديرة قالت له أن يقابلها في أساكوسا بعد ظهر الغد أصدقائه في الوكالة. عندما سمعوا بأن تاكويا سوف يكون مرشد الأميرة وهو من قسم التخطيط، كانوا يتساءلون هل سيكون قادر على تولي هذه المهمة، لأنه ستكون مشكلة كبيرة إذا عبث مع الأميرة، وهذه مسؤولية كبيرة جدا. وبحثوا على الأميرة كلاوديا وعمرها 28 سنة، وهي جميلة جدا وزوجها فاحش الثراء، يعني يمكن أن يهدي لكل واحد منكم سيارة لومبورغيني أفنتور على كل لايك أو تعليق. بالإضافة إلى أن الأميرة هي أميرة عاشر أصغر دولة في العالم. تاكويا في تلك اللحظة كان يبحث عن الدولة وصناعتها والأشياء المشهورة بها، وبحث أيضا على الأميرة لكي يجد الأشياء التي تحبها ولا تحبها، وكل ذلك لكي يجهز نفسه للعمل كمرافق. بالإضافة إلى أنه لم يعمل كمرافق منذ سنوات، وهو متفاجئ لأنها اختارت بين كل الموظفين، وهو متوتر أكثر لأن الأميرة تبدو مثل الفتاة الاحتفالات من المشاهير، كما أن عليها العودة لبلدته في الأرياف، وهذا يجعله يشعر بضغط أكثر لأن الكثير من الأشياء بدأت تسقط على رأسه ومتتالية، لدرجة أن يكاد رأسه ينفجر. ريكا جاءت لتطمئن عليه وكانت تشعر بالسوء حياله لأن عليها التعامل مع شخصية مشهورة، وكانت تفكر بأنه ربما هناك شيء تستطيع مساعدته به، لكن لم تستطع أن تذهب عنده، وقالت مع نفسها كيف يمكن أن تساعد شخص آخر في القيام بعمله من تظن نفسها. لهذا غادرت بدون أن تلقي التحية عليه، حتى بعد ذلك وذهب للمكان الذي سوف يلتقي فيه بالمديرة، ووجد أن هناك الكثير من السيارات والشرطة، لكن كان يتساءل هل هم مع الأميرة أم لا. لكن فجأة هي ظهرت خلفه وسألت هل هو مرافقها، وقال لها من أنت؟ لتقول أن اسمها كلاوديا. هو تفاجأ عندما رآها لأنه كان يظن أنها سوف تخرج من إحدى تلك السيارات، وهي تعرفت عليه من شهر الوكالة الخاص بالأصفار التي في بيتلته، وهي كانت تحاول أن تتحدث معه باليابانية، لكن هو قال مع نفسه أن عليه أن يعود لرشده وتحدث معها بالإنجليزية، وقال لها أنه لا بأس هو أيضا يمكنها التحدث بالإنجليزية، وقال لها أنه تاكويا من فرع شركة اليابان للسياحة، وهو يشرفه أن يقوم بدور مرشدها لهذا اليوم. وهي كانت سعيدة جدا لأنها تواجه صعوبة مع اليابانية لأنها صعبة جدا. بعدها قرروا أن يبدأوا جولتهم، وهو كان متفاجئ لأنه لن يذهب معها أي حراس، لتقول له أن أولئك الحراس هم من أجل الأميرة، لكن الآن هي كلاوديا فحسب. بعدها وقال لها هل هي لديها طلبات، لتقول له أنها تريد أن تعيش شيء رائع اليوم، شيء لا يمكنها أن تراه في أي مكان آخر. وبعبارة أخرى هذا يعني أنه ليس لديها أي تخطيط مسبق لهذه الجولة، لهذا هو سوف يواجه تحدي لكي يبهرها، لهذا عليه أن يقترح عليها بعض الأماكن التي جهزها سلفا. بعدها صعدوا للسيارة وذهبوا لأحد الأضرحة والذي هو مكان مشهور بتماثيل القطط، هو عرف ذلك لأنه في مواقع التواصل الاجتماعي لديها الكثير من الصور مع القطط. لكن فجأة المديرة اتصلت به وقالت له أين أنت، لأن الأميرة مفقودة والكل يبحث عنها. ليقولها هو أنه مع الأميرة الآن. هي ارتاحت في تلك اللحظة بالرغم من أنها كانت تتساءل هل سوف يكونان بخير. بعد ذلك ذهبوا للكثير من الأماكن ولعبت الكثير من الألعاب، حتى أنها قامت بصيد السمكة العملاقة. بعد ذلك قرروا أن يأخذها إلى مكان الكل يحلم بالذهاب إليه، لكن قل فقط من يستطيعون الذهاب إليه. هي كانت تعتقد أنهم سوف يذهبون إلى برج طوكيو، لكن هو أخذها إلى سطح مدرسة وقال لها هل أنت تشاهدين الأنمي؟ هي ردت عليه نعم أشاهد الأنمي، ليقول لها أن هذا السطح هو الموجود في كل الأنميات، يعني تخيلي نفسك في الأنمي الذي تحبينه. هي كانت سعيدة في تلك اللحظة وقالت أن هذا المكان يذكرها بطفولتها. ليس ذلك فقط، هو جهز لها لباس خاص بالطالبات. في تلك الأثناء في العمل كانوا يقولون أن تاكويا تأخر وكانوا يتساءلون هل هو بخير وهل العمل يمر بطريقة سلسة. تلك اللحظة
هو كان مع الأميرة وهي كانت تستمتع بوقتها كثيرا. هو قالت له أن هناك مكان واحد أخير تود الذهاب إليه، وطلبت منه أن يأخذها لشقته. وفي تلك اللحظة صدم وريكا بشكل مفاجئ، وجدت نفسها بجانب منزل تاكويا، لدرجة أنها كانت تتساءل عن أفعالها، لأنه في بعض المرات تقوم بأشياء غير عقلانية، لكن هي كانت تريد أن تعطيه شيء ما، وكانت تقول أنه غالبا سوف يكون مع الأميرة، لهذا هو غير موجود. لهذا السبب سوف تضع تلك الهدية البسيطة أمام باب منزله، لكن عندما وصلت أمام الباب لاحظت أن الضوء مشعول، لهذا قالت أنه ربما انتهى من مرافقة الأميرة، لكن سمعت صوتها في الداخل وكانت مصدومة من الأمر. حاولت أن تختلس النظر، لكن قالت أنها سوف تغادر، ومع ذلك لم تستطع أن تغادر، ورأت الأميرة ترتدي زي مدرسي. لم تفهم السبب، وبدأت تتذكر الإشاعات التي كانوا يقولونها على الأميرة بأنها تحب الرجال كثيرا وتحب الحفلات رغم أنها متزوجة، وكانت تقول أن ذلك مستحيل، تاكويا ليس من هذا النوع. لكن فجأة الأميرة لاحظت ذلك وأخبرت تاكويا، لكن هو عندما نظر لم يجد أي شخص، وقال لها أنه ذلك ممر خارجي، لهذا يمكن أن هناك شخص مر. والأميرة شكرته لأن منزله أعجبها كثيرا. ريكا كانت تقول أن عليها أن تغادر، بالإضافة إلى أنه ينفذ الأوامر فقط، لكن كان عليه أن يتصل بها، وقالت أنه ربما لا يمتلك أي سبب ليتصل بها، وحاولت أن تمنع نفسها من التفكير. بعدها الأميرة قامت بفتح الباب الذي لم يكن عليها أن تفتحه، لأن داخل تلك الغرفة كان القط الخاص بتاكويا، وهو غير معتاد على الناس، لهذا بمجرد أن فتحت الباب هو هجم عليها، لهذا هي صرخت. وفجأة ريكا دخلت عليهم وقالت له أنها لا تجيد التفكير في مثل هذه الأمور، لكن هو أيضا يواجه مشكلة في مثل هذه الأمور، لهذا هي تتمنى منه أن يعتبر هذه التعقيدات أمر ممنوع، لهذا عليه أن يتوقف عن دعوة النساء الأخريات إلى شقته. وسألت هل هذا الأمر مفهوم، هو قال لها أكيد، لكن الأميرة كانت متفاجئة وسعيدة لأنها التقت ريكا لأنها طلبت منه أن يحضرها، وهو قام بإرسال الكثير من الرسائل لها لأن الأميرة كانت مصرة على لقائها. هي في تلك اللحظة شعرت بالإحراج لأنها دخلت وتسببت في كل هذا الارتباك، والأمر كان محرج جدا بالنسبة لها، وكانت تريد أن تذهب لمنزلها مباشرة ونسيان هذا الأمر، لتقول الأميرة أن تاكويا وافق على أن يريها منزله فقط إذا كانت هي موجودة لأنه مخطوب، لهذا هي طلبت منه أن يدعوه ريكا للانضمام إليهم، لهذا هو الشخص وفي جدا وهي لديها مكانة عالية عنده، وهذا الأمر زاد من إحراجها. والأميرة قالت لهم أن هكذا يعيش الزوجان العاديين في العادة، وهي في الحقيقة تفكر في ترك عائلة ليختبروغ الملكية لكي تعيش حياة عادية، ولتكن صريحة معهما فهي لديها شخص في حياتها، وهما أقسما منذ وقت طويل أن يقضيا مستقبلهما معا، لكن كان عليها أن تفكر أيضا في واجباتها كأميرة، لهذا تزوجت بزوجها الحالي لأن ذلك كان هو القرار الصائب. لكن مع مرور السنوات بدأت تفكر بخصوص معنى الزواج، حتى لو لم تتزوج فلن يغير ذلك أي شيء بالنسبة للبلد أو لشعبها، لهذا هي تريد قضاء سنوات عمرها مع من تحب، لهذا هي تريد الزواج الحقيقي وبسيط مثلهما، وهي تريد أن تكون سعيدة مثلهما مستقبلا، ليست كأميرة بل كإنسانة عادية. بعدها جاءت السيارة الخاصة التي سوف تأخذ الأميرة، لتقول ريكا هل كان من الصواب عدم إخبارها بالحقيقة، ليقولها هو أنه لا بأس بذلك. بعدها سألها هل كان هناك سبب لزيارتها لأنها لم ترى تلك الرسائل، لهذا ربما جاءت من أجل أمر آخر، لتخرج تلك الهدية البسيطة وأعطتها له، وكانت الهدية هي حجر على شكل ضفدع لأن والده تحدث على الضفادع، لهذا فكرت في إهدائه له. هو شكرها على ذلك، وهي كانت تقول مع نفسها أنها جاءت كل هذه المسافة لإعطائه شيء سخيف، وانتهى بها الأمر بإهانة نفسها. بعد ذلك اعتذرت وقالت أنها سوف تعود لمنزلها، وهو قال مع نفسه أن ريكا تقوم بأشياء ظريفة للغاية، لهذا لو كان سوف يتزوجها فسوف يحتفظ بذلك الحجر بشكل جيد. لتنتهي الحلقة الثالثة من الأنمي، أتمنى أن ينال إعجابكم هذا المقطع، لا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك وملتقى.